هعملها المقادير هتبقى لفة جلاش ايوه تمام، واتنين كوباية لبن، نعم كوباية كريمة، نعم وكوباية سكر، وجوز هند وزبيب. طبعا المكسرات حسب الرغبة، عايز يحط لوز، عايز يحط اي حاجة، حسب ايه كل واحد. طيب دلوقتي تمام، تاني عندنا كوباية لفة جلاش ونص كوباية زبدة سايحة كوبايتين وكوبايتين لبن، لبن كوباية كريمة، وكوباية سكر وكوباية كريمة وزبيب، وزبيب وجوز وجوز هند. الهند. موضوع بسيط قوي اهو، تمام، مش مكلف خالص يعني، وهيبقى نوع حلو جدا وخفيف زي ما قالت هش. بالظبط. طيب يبقى كده عندنا الجلاش، انت قلت لي هعمل فيه حاجة، عايزين نعرف بقى. بقطعه بسيح لك الزبدة. بقطعه ونحطه في الصينية، الصينية دي بتاعت الجلاش صح؟ اه صح يا صاحبي؟ عايزه تسيح الزبده. مم. طيب يبقى احنا عندنا زي ما قلنا لفه جلاش وثلاث ارباع كوبايه زبده سايحه وكوبايتين لبن وكوبايه سكر وكوبايه كريمه وجوز هند وكمان زي ما احنا بنقول زبيب، زي ما انتوا عايزين بقى. هتقطعيه بقى حسب ده الرغبه، مكسرات حسب الرغبه. هتقطعيه ازاي بس؟ ما هو عشان نقول للناس. اي تقطيع انا بحب اقطعه يعني، انت مثلا هتعملها شرايح رفيعه. شرايح طيب رفيعه. طيب جميل. يا استاذه ايمان، الو. الو، اهلا بحضرتك. الو، اهلا بيك، اتفضلي سامعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف؟ الحمد لله رب العالمين. ممكن توطي التلفزيون بس يا استاذه ايمان؟ توطي التلفزيون، سمعنا من سماعه التليفون. انا عايزه اشكر سيادتك قوي على الحاجات اللي انت بتعملها. اشكرك اشكرك، ربنا يخليك. وكنت عاوزة أسألك على طريقة الفطير المشلتت. من عينيا، حاضر. حاجة تانية؟ بشكرك يا أستاذة إيمان على اتصالك، وسلام خاص لكل أهالينا وأصدقائنا وحبايبنا وإخواتنا موجودين في كفر الشيخ، يا رب يكونوا بخير كلهم. ده ما شاء الله التليفونات النهارده من محافظات مختلفه. عشان انا موجوده بس. اكيد طبعا. شفت عمال تقول لي اتحاجي بقى كده، شفت بقى الناس بتسال عشان موجوده. شفتي؟ الناس كلها بتحتفل بيك. طيب احنا حطينا هنا الجلاش. بس انا بحب افرطه عشان يبقى، عشان ما يبقاش لازق في بعضه. أيوة. جميل. وبعد كده هنحط عليه الزبده وندخله الفرن شويه. بالظبط كده. حلو قوي. يتحمص شويه بعدين لما يطلع. طيب استني بقى اجيب لك حاجه عشان نقلب بيها. ليه؟ لان ده لازم يبقى كل واحده لوحدتها صح؟ طيب مولا. هناخد كده الزبده السايحه ونقلب الجلاش وندخله الفرن يتشوح شويه صح؟ بالظبط. طيب يا استاذه امل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيف؟ اهلا بيكي. منور الشاشه طبعا، والله انت كل حاجه بتقدمها لنا. تليفونات كل منوراني. ربنا يخلي حضرتك يا رب. ربنا يكرمك يا رب، اتفضلي. ممكن اكلم مدام مروه؟ معاكي، اتفضلي. اتفضلي. ازيك يا مروه؟ الحمد لله تمام، ازي حضرتك؟ منوره يا حبيبتي. بنورك، ربنا يخليكي. وموفقه دايما وما شاء الله عليكي وعلى اكلك الجميل. ربنا يخليكي. تسلمي. امل. مين امل؟ امل صاحبتك، مش عارفاها؟ اوكي. شفتي اهو. اهلا بيكي. لا انا خالته. ايه؟ اسمها ايه؟ منوره يا حبيبتي. طب ليكي اسم شهره بس عشان اكيد انتوا عارفين اساميكوا بالشهره. انا بقول لها عشان كده. احسن شيف في مصر كلها طبعا. ربنا يخليكي، والله انت اللي جميله، ربنا يكرمك. بس بسالك انت ربنا يخلي حضرتك ويبارك في عمرك واكلاتك الجميله وما تبخلش علينا باي معلومه طبعا. يا رب يخليكي، انا اللي بشكر حضرتك على اتصالك وسعداء جدا بسماع صوتك. الو. طيب ايه؟ تمام. احنا حطينا دلوقتي الجلاش عشان يتشوح صح؟ تمام. احنا ممكن نلحق نعمل الشوربه دلوقتي سريعا. بس انا حبيت اخليها للاخر عشان نختم بيها. جميل. حله صغيره. حله صغيره. بس انا برضو لسه لغايه دلوقتي عمال اقول لك ايه؟ انطلق اكتر من كده. خلاص اقول لحضرتك بقى، اتفضل انت تقعد مع الناس دي وانا اللي اعمل الحلقه كلها. لو انطلق اكتر من كده. يا ريت.